وزير النقل النهارده توقيع اتفاقيه مع ايطاليا بين مصر وايطاليا، اتفاقيه الرورو، خط الرورو، تشغيل خط الرورو. كان حاضر طبعا دكتور محمد ميط وزير الماليه، والمهندس احمد سمير وزير التجاره والصناعه، لان انت النهارده بتتكلم على تنميه الصادرات وزياده الصادرات المصريه، هيبقى من خلال هنا، من خلال اللي انت بتعمله النهارده، من خلال هذا الاجراء اللي بيتم، اتفاقيه خط الرورو ما بيننا وما بين ايطاليا، والتسهيلات وحتى التسهيلات الكبيره جدا اللي بتتم سواء في ايطاليا ومن لدول الاتحاد الاوروبي او داخل مصر، وبالتالي تعاون كبير، ده منفذ مهم وايضا خط مهم جدا لزياده حجم الصادرات المصريه. نتابع هذا التقرير ثم فاصل ونعود لحضراتكم. مصر الراس الأخضر. شهدت وزارة النقل توقيع اتفاقيات خاصة بتيسير خط الرورو بين مصر وإيطاليا بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة باستخدام خدمات الطحرجة الرورو، بما يمكن المصدرين المصريين من تصدير الحاصلات الزراعية والفواكه سريعة التلف إلى إيطاليا ومنها إلى مختلف الدول الأوروبية، بالإضافة لأهمية الموانئ المصرية والتي تعد بوابة إيطاليا نحو إفريقيا. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للسلامة على الطرق والنقل البري التابعة لوزارة البنية التحتية والنقل في الجمهورية الإيطالية وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لنقل البضائع عبر مركبات الطرق المقطورة باستخدام خدمات الرورو. احنا بقالنا تقريبا 4 سنوات من 2019 بنشتغل في موضوع الرورو، اللي هو تصدير الحاصلات الزراعية او تسيير خط سريع، خط نقل بحري سريع بين مصر وإيطاليا على وجه العموم، وخصوصا ميناء دمياط وميناء تريستا. عملنا مجموعة من الاجتماعات عشان ننجز عناصر المشروع الخمسة، أو عشان نناقشها أو عشان نحلها، اللي كانت أولها التعاون المنائي، لازم 2 ميناء يتعاونوا مع بعض، المشغل والسفينة المعنية بالتنفيذ، ثم التعاون الجمركي في كلا البلدين، ثم النقل البري بالشاحنات، وكان معني به جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي اللي يتبع وزارة النقل، ثم البضائع المنقولة نفسها على الخط. اللجنة اتشكلت بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء، بدأت تشتغل، انتهينا من الاتفاق ما بين المواني سواء ميناء دمياط وميناء تريستا، بدأنا نشتغل في موضوع تخفيض الرسوم، نزلنا الرسوم في ميناء دمياط اللي كانت يعني ممكن تبقى على هذا النوع من الحاويات او هذه الانواع من الحاويات من 26000 دولار الى تقريبا 3250 دولار فقط، عشان يبقى المعامله بالمثل، يبقى الرسوم اللي بتتاخد عندنا في المواني زي اللي بتتاخد في إيطاليا. المشغل والسفينة اتفقنا مع الخطوط الملاحية، وبقى في عندنا يعني اعتبارا من يوم 7 نوفمبر في ترانسمية بقى في خط ملاحي، وسفينة تقدر تشيل حاويات مبردة حتى 220 شاحنة، منها على الأقل 80 حاوية مبردة. المركب طبعا سرعتها تتجاوز 20 عقدة علشان نقدر نصل إلى إيطاليا بسرعة حتى لا تتلف هذه المحاصيل. وجود هذه الكفاءية ومع وجود هذه الآلية، فيعني بالتأكيد ده محتاج الجهد اللي هو بيحقق وبيتنجم هدف رئيسي، ألا وهو إن مصر صادراتها تزيد، وخاصة من السلع والحصلات اللي هو السوق الأوروبي يعني وإيطاليا على وجه التحديد. وزارة المالية كانت وما زالت في شراكة مع مؤسسة الجمارك المصرية، وفي شراكة ودوامة مع الجمارك الإيطالية، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع الجمارك الإيطالية عشان تسير إجراءات المالية وسرعة إنهاءها. والنهاردة بيقول إن البداية هتكون بين ميناء دمياط وتريستا الإيطالي، ويعني احنا بنأكد على ان احنا جاهزين للتعاون والقيام بكل ما هو مطلوب في نجاح هذا الموضوع.
النهارده ان المشروع ده ما بنسيبوش ان هو فقط للنادي فقط، ولكن هيقوم عليه العديد من الصراعات التحتيه اللي هتكون موجوده، اللي هتكون زي ما بتفجر النهارده او هتكون نقطه دخول للمنتجات المصريه. احنا عندنا اتفاقيات تجاره حره مع الاتحاد الاوروبي، عندنا اتفاقيه تجاره حره مع الدول الافريقيه ودي اكبر منطقه اتفاقيه تجاره حره في العالم، واتفاقيات زي ما ذكرت بشكل سريع مع الدول العربيه. اتفاقيه التجاره الحره اللي موجوده مع الاتحاد الاوروبي فيها بند بيقص على الممشى التراكمي، بمعنى النهارده ان بعض الصناعات ممكن تقوم في دوله وتنتهي في دوله اخرى، وبعدها تقدر تصدرها وتستفيد من الاتفاقيات الثانيه. يعني المنتج الايطالي ممكن يبقى تصنيع جزء منه في ايطاليا او اوروبي ووفقا للاتفاقيه ويكمل تصنيعه في جمهوريه مصر العربيه بعد الحصول على 40% رزقا مع شهاده منشا، يقدر يدخل بيها السوق الافريقي ويقدر يدخل بيها الاسواق الاخرى لينا اتفاقيات معاها. من المتوقع ايضا انها تكون برضه مناطق لوجستيه سواء في الرمتين هتخدم برضه المشروعات، هتخدم البضائع المنقوله من او الى جمهوريه مصر العربيه او الى جمهوريه مصر العربيه، وكل ده هيخلق فرص عمل جديده في الدولتين. بفضل التعاون المسند مع وزاره المدينه وصلنا لاتفاق جمركي اللي بيتم التخليص على المنتجات قبل وصولها، فده بيوفر كتير وقت، وده تقنيه حديثه جدا من خلال رقمنه الجمارك في كلا الطرفين، قدرنا نوصل لده اللي اتفاقية مصرية إيطالية لنقل الصادرات المصرية بواسطة سيارات الشحن إلى إيطاليا دعما للصادرات المصرية من الخضروات والفواكه من القاهرة إلى أوروبا، وتدعيما لتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لوجستي عالمي على خريطة التجارة العالمية. هاني النحاس لبرنامج على مسؤوليتي.